أهلا بكم. في خطوة تصعيدية اعتلى نواب حزب الحزب الدستوري الحر منصة رئاسة مجلس نواب الشعب بقاعة الجلسات العامة لمنع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020. النواب المعتصمون وأثناء اعتلائهم منصة البرلمان والمكان المخصص لرئيس المجلس ونائبيه رفعوا شعارات تندد بتصريحات النائب عن حركة النهضة السيدة جميلة الكسكسي والتي اعتبرتها الكتلة مهينة لأعضائها. وكانت جميلة قد اتهمت خلال جلسة سابقة أعضاء كتلة الدستوري الحر بمحاولة تعطيل أشغال البرلمان لكونهم من أتباع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما أثار توترا داخل البرلمان منذ الثلاثاء الماضي. في حين جددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى موقف حزبها المطالب بالاعتذار من الكتلة التي نعتتنا كما تقول بأبشع النعوت. وقالت موسى خلال الجلسة العامة اليوم أن الثقافة التي يعمل البعض على تكريسها هي ثقافة السب والشتم، معتبرة أن من يعطل أعمال المجلس هو الذي أخطأ ولا يريد الاعتذار. مجلس نواب الشعب سيبقى المجلس الذي أسسه الزعيم بورقيبة ورفاقه من زعماء الحركة الوطنية. مجلس نواب الشعب لا يهان فيه الدساترة، مجلس نواب الشعب تحترم فيه القوانين، وإذا ما يعرفوش يسيروا الجلسات نرجعهم إلى التاريخ القويم. احنا معتصمين، ما تخافوش علينا، مرابطين بقاعة الجلسات العامة، ما نعملوا حتى حاجة مخالفة للقانون، ما نقولوا حتى حاجة مخالفة للقانون، لن نغادر الاعتصام قبل أن تعتذر الكتلة التي اعتدت علينا ونعتتنا ونعتتكم ونعتت الناخبين بالباندية وبالكلوشارات. ألف تحية ليكم، احنا الداخل وانتم البرة، وستنتصر تونس، تونس بورقيبة. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب في البرلمان التونسي يرفع شعار رابعة خلال جلسة مناقشات مشروع ميزانية البلاد لسنة 2020. وشهدت الجلسة العامة حالة من التوتر، وتعالت أصوات النواب مطالبين رئيس الجلسة سمير الشواشي بالتدخل بعد أن وقف نائب كتلة ائتلاف الكرامة راشد الخياري أمام الكاميرا المخصصة لتصوير مداخلات النواب ورفع شعار رابعة. فهو يؤكد أن ثقافتهم اللي يحبوا يكرسوها في هالخمس سنين أنهم يسبون ويشتمون ويتهمون ويقولون أبشع العبارات، وعلينا أن نقبل ذلك وإلا نعتبر أحنا عطلنا أعمال المجلس. أحنا ما عطلنا حتى شيء، اللجان خدمة تقرير لجنة المالية معروض عليكم، الجلسة العامة اليوم موجودة. من يعطل أعمال المجلس هو الذي أخطأ ولا يريد أن يعتذر من باب المكابرة ومن باب التعنت ومن باب التعسف، ظنا منه أن المراوغات اللي صارت وافتعال نزاعات أخرى جانبية سيجعله يتفادى الاعتذار. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس النائبة عن حركة النهضة في البرلمان التونسي السيدة جميلة الكسكسي. أحييك سيدة جميلة. وأبدأ إذن، يبدو أن الدستوري الحر ورئيسة عبير موسى تحملك أنت شخصيا المسؤولية عن الذي حدث ببدئك في يعني شتم هذه الكتلة، وتحمل النهضة بأكملها وتقول أن من أخطأ كتلة النهضة وحزب النهضة يجب عليه أن يعتذر ككتلة وكحزب. ما ردك؟ شكرا سيدي الكريم، وتحية لكل متابعي قناة الجزيرة مباشر. في البداية يجب أن نضع الأمر في إطاره، ويجب أن يعلم طبعا كل التونسيين ويعلم كل العالم أن المسار التونسي الذي انطلق منذ ثورة 2011 يتعرض في كل مرة إلى إرهاصات، ويتعرض إلى كل مرة إلى تنشب أحيانا معارك بين زعماء الثورة المضادة. ونحن في سياق الحال لدينا خلال هذه الأيام معركة بين الثورة وأعداء الثورة ووكلائهم الذين يمولونهم.
ما حصل وما تريد أن تجعله هذه السيدة المارقة على القانون والمارقة على قيم الديمقراطية والمارقة على قيم الحرية والتي تنظر للاستبداد والتي تحلم بإعادة تونس إلى حقبة الظلام لأسيادها المستبدين. أنا ما قمت به يا سيدي كان رد فعل وكان انتصارا للشعب التونسي وكان انتصارا للثورة التونسية وكان انتصارا لشهداء الثورة الذين ارتفعوا في سبيل تونس جديدة. نعم. تونس أفضل، تونس الحرية، تونس الديمقراطية. لكن سيدة جميلة، هذه السيدة عفوا للمقاطعة، منذ دخولها البرلمان يعني ومنذ تأسيسها الحزب، هؤلاء أعضاء البرلمان من كتلة الحزب الدستوري الحر هم تم انتخابهم عن طريق الشعب، وبالتالي عندما تصفين هؤلاء بأنهم مجموعة من قطاع الطرق أو البلطجية يعني بالألفاظ التونسية، يرى البعض أن هذه إهانة وتستدعي على الأقل الاعتذار. سيدي، من سخاء الثورة أنها جلبت لنا مثل هؤلاء الناس. قبل أن تدان العبارات التي استعملتها في حق هذه السيدة والتي أثبتت في الأيام الموالية أنها جديرة بكل هذه العبارات، يجب النظر فيما تكيله هي لحركة النهضة ولقواعد حركة النهضة من شتائم ومن نعوت مشينة ومن عبارات قاذفة ومن اتهامات باطلة. فهي تصف حركة النهضة بالدواعش وتصفنا بالإرهابيين وتصفنا بالتتار وتصفنا بالأخونة وتصفنا بالظلميين والرجعيين. يعني أسرفت منذ 3 سنوات، منذ أن أسست حزبها، أسسته فقط لشتم هذا الحزب السياسي الذي يقود البلاد والذي يحظى بثقة التونسيين منذ سنة 2011. يجب الرد على هذه السيدة المارقة كما قلت على القانون. لا يمكن لنا أن نسكت على كل هذه الإهانات التي تكررت والتي جاءت خصيصا لتقولها من أعلى منبر مجلس نواب الشعب، هذه المؤسسة التي تشرع للتونسيين والتي تقوم على بناء كل محاور الإصلاح في هذا البلد الذي نحتاج إليه. طيب ابقي معي سيدة جميلة، فقط أنوه مشاهدينا الكرام، شاهد اليوم عفوا سيدة جميلة، سأعود إليك، لكن حاولنا في الجزيرة مباشر التواصل مع أعضاء الحزب الدستوري الحر وكذلك رئيسة الحزب، لم نوفق في الوصول لهم، وحتى من وصلنا إليه اعتذر عن الخروج معنا فقط للتنويه أو لأهمية هذا الأمر للحقيقة. سيدة جميلة سأعود إليك، لكن دعيني أرحب ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس، السيد سيف الدين مخلوف عضو البرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة. أحييك سيد سيف الدين، وأريد أن أستمع لوجهة نظرك في هذه الإشكالية الحادثة الآن داخل البرلمان التونسي، كيف تراها وتقيمها؟ طبعا هو حال من محاولة الإرباك ومن صنع الانفلات داخل البرلمان، محاولة إرباك العمل البرلماني من فئة طبعا كلها من غلاة المنتمين للحزب البائد من أنصار النظام البائد. هؤلاء يريدون إيصال رسالة للتونسيين بأن الديمقراطية لا تليق بنا ونحن لسنا أهلها وأن صناديق الاقتراع والانتخابات لا تأتي بخير. الحالة الديمقراطية في تونس مستقرة، نحن نتقدم في مرحلة الانتقال الديمقراطي بثبات، كل العالم يشهد بهذا. هم مكلفون للأسف من جهات أخرى بإرباك هذا المشهد ومحاولة يعني خلق نوع من الفوضى ومن اللا استقرار، وطبعا هم أقلية وهم فاشلون في هذا. نحن في مجلس نواب الشعب كل الكتل تقريبا متحدة على موقف واحد، هو إدانة هذا السلوك وهذه الممارسات من قبل، تقصد هذا السلوك من قبل الحزب الدستوري الحر وعبير موسى؟ طبعا طبعا نعم. طبعا كل الكتل متوافقة على إدانة هذا السلوك وعلى إدانة هذه النائبة ومن معها،
والجميع واعي والجميع يعرفون أن هذا الحزب هو حزب مشبوه وهو حزب يتلقى دعما من خارج تونس أصلا، ودوره الوحيد محاولة إرباك المشهد ومحاولة يعني تقديم بعض من عفوا يعني سيد سيد سيف، رغم أنها نقطة تفصيلية لكن أنت تقول تتهمهم أنهم يتلقون يعني أموال من الخارج، من من يعني؟ طبعا كل الناس في تونس تعرف أن لهم ارتباطات خاصة بالإمارات التي يعتبرون يعني ممثليها في هذا المجلس للأسف الشديد. ما الذي يجب أن يتخذ إذا كنتم أنتم ككتل برلمانية ترفضون هذا السلوك من الدستورية الحرة؟ ما الإجراء الذي يجب أن يتخذ حتى يعود سير العملية البرلمانية بشكل طبيعي يعني؟ طبعا أنا اليوم باعتباري رئيس كتلة ائتلاف كرم طلبت الكلمة وطلبت باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وهم كانوا متلبسين بجريمة تعطيل العمل وتعطيل حرية العمل، وكانوا كان هناك وفاق إجرامي أصلا. شكرا. في حال تلبس حتى يعني الحصانة تنزع عنهم بالقانون، فطلبت بتفعيل الإجراءات الأمنية وبإعلام النيابة العامة، لكن هذا لم يحصل لحد الآن. نعم، شكرا جزيلا السيد سيف الدين مخلوف النائب عن ائتلاف الكرامة، كنت معي عبر الهاتف من تونس. وينضم إلينا عبر الهاتف من تونس أيضا عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي السيد غسان الشقراني. أحييك سيد غسان. هل نحن هذه المشكلة داخل البرلمان التونسي هي إشكالية طبيعية يعني هذه هي الديمقراطية، أم أن الأمر تخطى مسألة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي من وجهة نظركم؟ مرحبا، تحية ليك ولكافة مشاهدي الجزيرة مباشر. هو في البداية دعنا نذكر من بابي وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن عبير موسي كانت إحدى أبواق نظام بن علي. لم تتخذ عبير موسي درسا من الثورة، بالتالي هي مازال في مخيلتها أن الحزب الواحد يمثل الدولة والدولة تمثل الحزب الواحد. بالتالي اليوم صدرت عركتها أو خصامها مع حركة النهضة، صدرته لمجلس نواب الشعب. حضرت اليوم عبير موسي وقاطعت أشغال الجلسة العامة وجلست مكان رئيس المجلس الذي هو حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يفتتح الجلسة بحضور وزير المالية لمناقشة قانون المالية. اليوم البلاد تنتظر في قانون مالية، وعندنا آخر أجل هو 10 ديسمبر للمصادقة على قانون المالية. بالتالي هناك أجور لموظفين ستتعطل، هناك استثمارات ستتعطل، وتونس ستقف يعني دواليب الدولة ستقف إن لم يتم المصادقة على قانون المالية. بالتالي هي اليوم أربكت عمل المجلس النواب، وقبلها دخلت على لجنة المالية وعطلت أشغالها، بالتالي لا علاقة لهذا بحرية التعبير. نحن مع حرية التعبير والاعتصام وهذا حق مكفول وهو دستوري، لكن العربدة التي تقوم بها عبير موسي اليوم بعيدة كل البعد عن منطق حرية التعبير والاعتصام. أذكرك بأنه في المدة النيابية السابقة اعتصم سابقا النواب النائب الإبراهيمي رحمه الله الشهيد، اعتصم بمجلس نواب الشعب ولم يعطل أشغال المجلس، كذلك النائب الخصخوصي اعتصم بمجلس نواب الشعب من أجل مطالب ثورية ومن أجل التنمية ومن أجل مصلحة البلاد، لم يعتصموا. اليوم عبير موسي لماذا تعتصم؟ لأجل الشاب الذي حرق نفسه في جلمة منذ أسبوع، لأجل الشباب المعطل عن عمل، لأجل من تعتصم؟ لأجل خلاف بينها وبين كتلة حركة النهضة، فليفضوا هذا الخلاف وهذا النزاع بينهم في مون بليزير مقر حركة النهضة، ولا يصدروا مشاكلهم إلى مجلس نواب الشعب. هذه العملية أصبحت مزعجة للمشهد الديمقراطي التونسي، والعالم اليوم ينظر لنا في نظرة ترقب. وكما تعلم أن تونس اليوم تقريبا هي التجربة الوحيدة الفريدة من نوعها والناجحة في العالم العربي، بالتالي رئيس مجلس نواب الشعب اليوم عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة. شكرا. ويطبق القانون. السيد غسان شقراني عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، كنت معي عبر الهاتف من تونس، أشكرك شكرا جزيلا. وأذكر مرة أخرى تواصلنا مع الحزب الدستوري الحر يكون معنا ويرد على كل هذه الاتهامات، لكنهم رفضوا الخروج. عودة للسيدة جميلة مرة أخرى، إذن يبدو أنكم
غير راضون عن موقف عبير موسى وترون أنها جزء من النظام القديم، ماذا أنتم فاعلون؟ أنتم أمام إشكالية حقيقية، البرلمان متوقف الآن، فما الذي ستفعلونه خلال الفترة القادمة لحل هذه الإشكالية؟ دعني أتفاعل قليلا مع موقف زميلي من التيار الديمقراطي. حركة عبير موسي ليس، نعم لديها مشكل وخلاف كبير مع حركة النهضة، لأنها ترى أن حركة النهضة هي عنوان الثورة، لأن حركة النهضة تذكرها في مسار التغيير، لأن حركة النهضة تذكر هذه السيدة أن المنظومة التي كانت تنتمي إليها، المنظومة السلطوية المتسلطة، سقطت لأن بفضل في جانب ما حركة النهضة. وبالتالي هي مشكلتها مش مع حركة النهضة فقط، وإنما مشكلتها مع الثورة، وهذا اللي كنت أنا مبين فيه. هي مشكلتها مع المسار الجديد، مع الديمقراطية، مع التنوع. وبالتالي السيدة هذه تشهد اليوم معناها موجة من الاحتجاجات وموجة ضدها من كل أطياف الشعب التونسي ومن كل الأحزاب ومن كل النخب، كل الطبقات السياسية تدين هذا السلوك، وكل الطبقة السياسية تدين الفعل الشنيع الذي قامت به في حق المؤسسة التشريعية. هل رأيتم يا سيدي نائب يسطو أو يحتل منصة رئيس البرلمان؟ هل رأيتم يا سيدي سلطة تعتصم وسلطة توقف أعمال المجلس وتضع وتحاول منع الاجتماعات وتحاول منع السير العادي لمجلس نواب الشعب؟ هذا مشهد سريالي ومشهد فولكلوري تقوم به هذه السيدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقافة الاستبداد التي يعني تتحلى بها هذه السيدة. طبعا هذا المجلس فيه الكثير من العقلاء، وهذا المجلس مسؤول، وهذا المجلس جدير بثقة التونسيين والتونسيات منذ الصباح، ومنذ أن انطلقت في اعتصامها ومحاولات كثيرة ومساعي كثيرة من أجل حلحلة هذا الموقف بشكل سلمي وبشكل سياسي، ولكنها كانت تتعنت في كل مرة، ولكنها سيدة جميلة حتى تثير البلطجة في داخل هذه المؤسسة. اسمحي لي يعني أفهم من كلامك أنك لن تعتذري لعبير موسى ولن تعتذر حركة النهضة لعبير موسى؟ أريد إجابة واضحة. لن تعتذر جميلة كسيكسي، ولن تعتذر كتلة حركة النهضة لها، ولن تعتذر الثورة للاستبداد. لن ترى هذا اليوم مطلقا. لن تعتذر الثورة للاستبداد، لن تعتذر الثورة للاستبداد. هذه يعني نقطة محسومة ونقطة نهائية. ولكن مجلس النواب اليوم كمؤسسة سعى، وهو كان في اجتماعات متواصلة بين رؤساء الكتل وبين مكتب المجلس مع السيد رئيس المجلس الذي تحلى بضبط النفس، والذي تحلى بصبر كبير يعني على هذا المشهد الذي نراه. أنا في اعتقادي منذ أن تأسست البرلمان لم نرى مثل هذه البلطجة التي تمارس على مؤسسة تشريعية. وقرر المكتب منذ حين أن تسحب العبارات التي لم ترتضيها حركة النهضة في حق نوابها وفي حق نفسها من المداولات، وأن تسحب العبارات التي قمت أنا كذلك باستعمالها لكي يعود السير العادي للمؤسسة. وهذا في الحقيقة حل لحفظ ماء وجه هذا الحزب، هذا إذا كان لديه ماء وجه، ولكن من أجل مصلحة التونسيين ومن أجل استمرار المؤسسة في حلتها العادية. نعم. لأنه فما ملاحظة معناها نحب نعملها، مجلس نواب الشعب انطلقت الجلسة العامة وصوت على لجنة التحقيق وانطلق النقاش حول الميزانية، السير العادي والعمل العادي للبرلمان الآن غصبا عن هذه البلطجة على البلطجية. شكرا. يتم حاليا، ولكن الصورة والمشهد كان غريبا، وكانت مشهد احتلالها للمنصة لم يكن جيدا، لذلك ردا لاعتبار وهيبة هذه المؤسسة ارتأى المجلس أن يتخذ هذا القرار حتى تنزل، وهي شهدت ضغط كبير من أعضاء كتلتها لأنهم رأوا أنفسهم في مشهد ليس غير لائق، وبالتالي تم الضغط عليها لكي تتنازل، وتنازلت بدون أن يعتذر لها أي طرف. لا مجلس نواب اعتذر لها، ولا كتلة حركة النهضة لها اعتذرت لها، ولا جميلة اعتذرت لها، لأنها لا تستحق الاعتذار. شكرا جزيلا سيدة جميلة الكسيكسي.
الفيكسيا النائبة عن حركة النهضة في البرلمان التونسي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس، أشكرك شكرا جزيلا. وفي ختام هذه الفقرة ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الصحفي والأكاديمي كمال بن يونس، رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية والاستراتيجية. أحييك سيد كمال، ودعني أطرح عليك سؤال طرحته في هذا السياق، نحن أمام مشهد ديمقراطي طبيعي جيد يعطي صورة جيدة عن تونس، أم على العكس يعني يظهر تونس وكأنها ضعيفة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان مؤسسة ضعيفة؟ لا، هو المسار في جوهره على المدى القصير وعلى المتوسط وعلى المدى البعيد ينتصر في تونس وسينتصر في كل المنطقة العربية، لأن إرادة الشعوب التي برزت منذ 10 سنوات تتعثر بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر، جزئيا في تونس وفي بعض الدول العربية، لكن إرادة الشعوب ستنتصر. ما يجري في تونس يؤكد انتصار المسار السياسي وحسم الخلافات عبر المؤسسات الديمقراطية، وما وقع اليوم في البرلمان يؤكد أن الأغلبية الساحقة من التونسيين ومن البرلمانيين رغم الفسيفساء الموجودة في المجلس أجمعت على رفض التطرف، التطرف الذي ترمز إليه عبد الموسي، التي بالمناسبة ليست من زعامات الحزب الدستوري، يعني التيارات الدستورية التي كان يقودها تنتسب إلى الزعيم الوطني حبيب عبد العزيز الفعالي والحبيب بورقيبة وكل رواد الحركة الوطنية وبناة الدولة الحديثة خلال 60 عاما تبرأوا منها وهم ينتمون إلى أحزاب أخرى. هي لعبت مثل السيد لبان أو ابنته الآن في فرنسا شعارات متطرفة، أرادت أن تلعب الكل ضد الكل، ولكنها أساءت إليهم، والدستوريون يحملونها مسؤولية سقوط المرشحين الدستوريين مثل المهدي جمعة ويوسف الشاهد وعبد الكريم. يعني أنا وقت انتهى سيد كمال، لكن في أقل من 30 ثانية البعض يرى أن رئيس المجلس السيد الغنوشي لها مستقبل متطرف وخطاب فاشي لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالسياسيين. هل تعتقد أنه كان يجب اتخاذ إجراء حاسم مع هذه الكتلة أو الحزب الدستوري الحر؟ يعني البعض يتحدث عن يجب أن يتم طردهم بالقوة لأنهم يعني خالفوا قانون المجلس، هل هذا حقيقي يجب أن يتخذ مثل هذا القرار؟ مثل ما ذكر كثيرون، ربما الحوار يؤدي إلى أن أغلب نواب الكتلة أنفسهم ينفصلون عن هذا السلوك الأرعن الذي تسلكه السيد عبير موسي، التي بالمناسبة كانت مسؤولة من الصف العاشر أمام محمد الغرياني وكمال مرجان وأغلب قيادات الحزب الدستوري الذين اتصلوا بجميلة الكفيكسي وأعربوا عن إدانتهم لسلوكها. لكن هناك من يعتبر، وأنا من بينهم وقد كتبت هذا، أن فصل 48 من النظام الداخلي للمجلس يعطي صلاحيات واسعة لرئيس البرلمان، وخاصة يلزمه بحفظ الأمن في المجلس. ارتأى رئيس البرلمان أو رئاسة البرلمان والكتل أن تغض الطرف عن سلوك غريب أن 17 نائبا يقفون في مواجهة المجلس حفظا للسير العادي للأشغال حتى يقع المسابقة على قانون المالية في الأجيال الدستورية وحتى يسير المجلس في ظروف عادية، لكن السلطة المركزية للمجلس في تونس هي السلطة العليا في تونس. احنا نظام برلماني معدل، 90% من السلطات بيد البرلمان، ورئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان، ورئيس الجمهورية ينبغي أن يقوم بتحركاته مع البرلمان. فمن واجبه أو من واجب رئاسة المجلس عاجلا أو آجلا أن تطبق النظام الداخلي بحزم، تمنع ظاهرة البلطجة، لأن البلطجة هذه قد يسمح بها في بعض الأطر السياسية والانتخابية، لكن لا يمكن أن تعطل مصالح البلد. أشكرك. البلد لديه تقريبا نصف موارد الميزانية غير موجودة وينبغي توفيرها، حوالي 20 مليار من الأموال لتوفير الرواتب. وضحت الفكرة. موجودة 1,300,000 متقاعد ليس لديهم رواتب ومنح مضمونة، تحديات اقتصادية اجتماعية بالجملة. شكرا جزيلا. البلد يريد أن ينتقل من مرحلة الانتقال إلى مرحلة البناء. أشكرك شكرا جزيلا سيد كمال بن يونس، رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية والاستراتيجية، كنت معي عبر الهاتف من تونس. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، ومن تونس إلى الجزائر باقي فقراتنا. النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاما لرئيسي الوزراء السابقين، ورئيس الأركان يقول إن الجزائر ستنتصر بفضل التلاحم القوي بين الشعب وجيشه. ليس من خلال مسيرته الحاشدة عبر كافة أرجاء الوطن.